بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أولا الله سبحانه وتعالى بانكو شكرنينا الله سبحانه وتعالى نعموين بضن نوغل ضيستي وحانا كود حجرنا بشي بركة سنيت شهر الصيام، شهر القيام، شهر التوبة، شهر الرحمة، رحمة والمغفرة، وان كود حجرنا الله سبحانه وتعالى وحانا قوم هذنينا بشان سيدنا قفل ذيي وان هذا سوء قارني ختام كيدي إلهي سبحانه وتعالى وحان كبر يانا إنه وفجيو أعماشي أن سوق ظني إنتي سعتينا إلهي سبحانه وتعالى ونقا أقبله. طبعا بيش مركي باللابان يسي هي مركي سودة ويد با ضدك وحايا لأورنا هي رمضان با سودة وادي رمضان با سودة وادي ما أنتنا وحان مرينا ما ننتي شان إلا باتنات. الله سبحانه وتعالى سيد القرآن كي سكو شيغي أياما معدودات وما المكوبا والله تيرنا يكو والله بو سدح ما أنت وحان سوق هرني ما ننتي شان إلا باتنات وحكا هاري وشن بري أما أفر بري خاصة الله سبحانه وتعالى وحينو قدرين أن سوق هرنو طبعاً كي أودن بيي بيشان لوح يدو وها الله سبحانه وتعالى وقدر يهبينك ليلة القدر كل يهدو هبينك سوء هبينك دونك ورن وفضل قبضاً هبينك قرآن كي نكريمك لسود جيي إلهي سبحانه وتعالى كوي وافقا وحق قيام كي سار وإستاقا إلهي سبحانه وتعالى هنقدقو رنتي وفرصة الآن لهي لكرين هي فرصة الله سبحانه وتعالى وكسيي لو بهاي هاي لقفا إيديستو شاي لبا تنكا بري عدي سود ذا شيء وكفا إيديستي انت أوهرتي حسيد ذا شو عدي دريمي سن نسخان إيو إني سن كفا إيديسنا ولي جانس كي واهري شان تابري يهرتي وحال ربا قفك إنو براروغو وتداروكو أو إلهي سبحانه وتعالى نحريستي سوائي بلارنتهي الله سبحانه وتعالى نحريستو كفا إيديستو ما الماء هاري نسي حقا لوغو إستاغو انت أكدب إن شاء الله تعالى كلمة دينا مانتا إلهي سبحانه وتعالى هبركيو ومساجد كيني وينا السيكسكا أبو بكر الصديق علماء بضلنا يكسو هذا الشيء كلمات كي مانيم والجوكتين الجوكتدا ومدى الصوماليات الولو ذاق يي دعوذنا لقوه ذي كلمة دي مانتا وحنجع الله إن شاء الله تعالى إن المسلمين تلو ذاقو هل حديثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسوقنا ذي حديثك بالحقيقة وان صوت دورتي وحان السري مسلمين تكليه ما هاني هدي حتى عددك أن مسلم كان لقوه أخرين لها والله فصيره حديث كائن دين الإسلام كله وكسوه وذقل لهايين حنقرنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ليال إنه سوه جروذي ومقال ذي سمك الله قصه صاري صلى الله عليه وآله وسلم وحنو سوه جروذي مقال ذا مدينة وحكوسوها كذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبا كذي مركي وقبا كسوه تقي لنك مدينة وسوه آذي نبي مركي وهو الرئيس ومدينة سوه قلي ضد بغنبا أصوه بحي ووحي رهدين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد بايميد عليه الصلاة والسلام ضدك يؤلم ويسوء آذين قال يارد يقوه الرئيسي والنبي صلى الله عليه وسلم سوقها بشي دون يسئيني أركته وحكم ذها صحابي جليل أه ولي هذا عبد الله بن السلام عبد الله بن السلام هو صحابي يهودي أه وعالم أه ودينة يهود أدو يقانيب أه وحكم النقضي بيضدك النبي صلى الله عليه وسلم مركو مدينة سوق لي سوء هذه أو ربي إني أركان عبد الله بن سلام حديث كاسكا نورين رضي الله عنه حديث كان وحصوص صاري إمام أحمد إمام الترمذي إمام الحاكم وصحيحي وحديث نبي كسوه صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه حويري مركا النبي صلى الله عليه وسلم لك أنا أرقني وحان قرتي وجه كيسا إنو يهي وجه رنلوة إحنا هاي إنو صنهين وجه كاذب أما وجه بين له وإنه صمحين وحي وهو الرأي وكوها اللي وعبد الله بن السلام نوسو قوري نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وحي وهو الرأي مركو مدينة يمد وكوها اللي وحي ضدك ماشي وقال كل مكو يري يا أيها الناس أفشوا السلام بينكم
أفشوا السلام بينكم، وصلوا الأرحام، أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كشيء جاي أفر صفة ورنتي صفة صفة يعني أفر نقطة صفة صفة والصفة كلاي كسي وأنا سنتهي. ووحي وهو الرئيس والنبي صلى الله عليه وسلم أفكي سأنكم الله يبوري عبد الله بن سلام وأنا تيك أنتي عبد الله رضي الله عنه إنه إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم أول من حكم بالله أيها الناس أفشوا السلام بينكم، سلام تنحلي نكفى فيها. حد قرني ساهم يده سلام تلا ذهي يوم ضد كنحلي سائنا السلامان خاصة المسلمين تا سلام تنا إسوب ذيان. وأنا أرين كيني كرجعيل يوم محبو يكل جعيل مركات غفك مسلم كسلامته وسلام تكار ديو أجرنا ولا جهل يسون النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرين آدي أدل وجب هين هاي وأنا أرين خير بدن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كلا أو إمام البخاري وصاصري وحوكت المامي إسلامي ماذا واحد وخير كبدن إني يهين سلامته الله فافيو. حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه النبي قال يمد بوري صلى الله عليه وسلم وعن كو يربو أي الإسلام خير إسلامي ماذا كذا وخير بدن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حيري تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ضدك هتقوض نيسا ومساكين تتقوض نيسا سلام تنواد بدن وآخر نيسا واد بدن نيسا قف كاد قرطه يقف كاد نقوم بواد سين نيسا مركو حد قرن نيسا سلام تنحذينا ونسكوفها فينو إنيك القعيل إيه محبك هينيسو أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قضب كلبات قضب كلبان هذي وأطعموا الطعام ضدك قوضية وأمدي أنا حريصة مساكين تهيد وراشيني عن تعدان هيسن هلا سيو ومساكين تهلا جا ورقبو إلهي سبحانه وتعالى أهل جنها وحيالها وكو أماني بكم يدهيده الله سبحانه وتعالى سقو صفينا وحويري تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأرن أهمية ذا لوي ولا ليال ما أنتني آدو تاقنتها باهدي ذا مر وبنا إي تاقنتها قفك مر والبا مساكين تقوضينا ويهي قفك دفك وأنفع أبدا أما قفك وخيرك أبدا مركا آيات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قضب كي لباد وهو الرئي مدينة وضد كي جوغي أما دلني يريد كهور تيمد ونبي صلى الله عليه وسلم كلها اللي قضب كاسوها قضب كاسد حاننا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حويري وصلوا الأرحام رحم كينا حريرية قرابة حريرية قرابة وحالي هذا قفل بو أصلا كل له أما لنا عاباها كيما ذو أما لنا عهويتها كيما ذو أما لنا كيما ذو ضد قرابة هذا إن هذا قوينين وهذا حرير سيد هذه فجوان حتى هذا حرير سائر له بهين هاي ألنا واتون ولا دردار مي واتقوا الله الذي تسألون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إلهي سبحانه وتعالى إن الله عبصده والرحم كلا حريريو فضل بدن بان كسو أروري دقنين بدن وكسو أرورتي ذاتك الرحم كان حريرين عقاب يدقنين الله سبحانه وتعالى وران كوغو دينيو قضبك وقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم قضبك وقدم بين وحو يريد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تكذن هبينك ضدك مركي هودان وصلاة القيام كيوي وأنا شرف المؤمن وأنا فضل آذي آذوين الله سبحانه وتعالى مؤمنين تكو أماني أبالك هودان وأعدي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتكاسب الله سبحانه وتعالى أماني إن عيدوا ضوء ماشي جيفني وكل إراضي أيوة الله سبحانه وتعالى عبسي سنة كبقية جندي سنة رجينا يا إلهي سبحانه وتعالى وحب الله قاضي وحان أي سنة أركين وأن لفلان كريم قفنا هذا سفينك الله سبحانه وتعالى وجنات كيسك ورزاقه والله سبحانه وتعالى وجنات كوا بالجماريو أفرتاس قضب أيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرك أفرتاس الشعري أيو النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحكوس وقتمي تدخل الجنة بسلام جنة بعد واحد بقول إنسان سنة بتجليها مرك عماشاس النبي صلى الله عليه وسلم وحوه الرئي ورام الدين وكلها الله إنه قطعي وأعمال كل جود جنة اللي بقول إياه قف وحالجة وما يلا بده إنه حكف فيريه وحالجة يا با هدي أد مسكين قوديسه الله سبحانه وتعالى إنه كون حريسته وحالجة يا با هدي أد قرابة هدي حريسته الله سبحانه وتعالى إنه كون حريسته وحالجة يا با سلام تدار بديسه
oo isjaceylka muslimiinta dhexdooda uu ku bato allah subxaanahu watacaala inuu kugu naxariisto haddaad habeenkii istaagtana allah subxaanahu watacaala inuu raalli kaa noqdo intaas waa camal kulligeen aan samayn karno dadka badankoodana ay samayn karaan salaanta oo la faafiyo waa waxa ugu fudud weeye waana xaqa muslimiinta isku leeyihiin xaqu lmuslim cala lmuslim sitan buu nabigu yihi sal alay wasalam waxaa ka mid ahaa haddii aad la kulanto inaad salaantid walaalkaa waa xaq qofka muslimka uu kugu leeyahay ajar badanna waa laga helayaa icaamu acaamna walaalayaal lama soo koobi kara fadigeeda qaraabada la xiriiriy sidoo kale qiyaamkana walaalayaal shahrulqiyaam baan ku jirnaa khaasatan bishan keliya inaysan ku ekaanine qiyaamka uu daa'im noqdo alla subxaanahu watacala loo istaago fadli badan baa ku jiro waana sharafulmu'min insha allahu tacaala xadiidkaas ayaan jeclaaday inaan insha allahu tacaala muslimiinta maanta la wadaago intaasaan jeclahay kelimadeed inaan kusoo gaabiyo wajazaakum allahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته